حياكم الله مشاهدينا الكرام بحلقة جديدة من برنامج حظك حلو مع فاطمة قيدار. شلونكم؟ اشتقيتونا؟ احنا اشتقينا لكم. ان شاء الله تكونون بخير وعافية وصحة وسلامة ورزق. اليوم احنا اجينا لدريم سيتي بالربيعي حتى نسولف وياكم، نتعرف عليكم، واكيد انتم اشتقيتونا وراح نتعرف عليكم وعلى الاشياء اللي تحبوها او ما تحبوها. وشنو هي اليوم؟ راح نسألكم هواي اسئلة تخص النصائح اللي اعتمدتوا عليها بحياتكم، وشنو الاهداف اللي انتم تريدون تسووها او تحققوها بالمستقبل. فتعالوا وياي نبلش حلقة. أكيد هذه الحلقة راح تكون مختلفة لأنه بها هدايا حلوة مقدمة من رعاة البرنامج أي عمو فاطمة قيدار وحتى معمل الشياء، وتحية خاصة لهم. فيلا تعالوا خلينا نبلش الحلقة. حاير بالك لا تتعب حالك، واختار شياو طعم شياو طعم شياو 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 الطعم الراقي منتج عراقي، جرب مرة ولا تحتار. طيب مو عادي من ارض بلادي، هذا اسمه شياو اسمه شياو اسمه شياو 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 يا محلى اللمة لو جابه واسمه خير الطيب ما نختار. شياو أجواء الطعم بمواصفات عالمية وجهود محلية. كملوا وياكم مشاهدينا الكرام حلقتنا لهذا اليوم داخل دريم سيتي مول. طبعا من المولات الحلوة اللي دائما تلم العوائل او بشكل عام اغلب مولات بغداد هي مولات تجنن حلو. شكرا زينة، شلونك؟ الحمد لله. شو اخبارك؟ زين. شو اسمك؟ ملاك. ملوكه. ايش قد عمرك؟ اني 13. عمري انت، شنو هدفك بالدنيا؟ تعالي هنا انا وياك نوقف. هيك زين؟ اوكي تعالي تعالي بعد حمزه يقول مو زين. ها هسه زين؟ تمام؟ اي شنو هدفك بالحياه؟ لحد الان ما عندك صغيرونه؟ لا هو اصلا ما اصلا ما عندك هدف؟ لا. شو عجب؟ بعد ما فكر ابي. شو وقت ناوية تفكرين؟ يعني اذا افكر بي ما ما تحتاجين هدف بحياتك؟ اي ممكن يعني اذا اكبر اخلي هدف معدل شيء ببالي واطلعه. ايش الحياة سهلة؟ اي مرات ومرات مرات ومرات مرات دوس دوس. شو؟ الدوس دوس. لحقت الدنيا تدوس دوس يمه؟ يا عادي. والله؟ والله. يعني انتي ب 13 سنة مريتي بظروف صعبة انا بعد؟ اي والله اخر سنتين. صدق؟ والله. ايش حياة صعبة. احس انك تمثلين علي. لا عشان ما جاي هنا امثل. ها. بدي ابرز موهبتي بالتمثيل. امثلي خليني اشوف. لا لا مو. يلا شوفيني. حمست. يعني شوفيني انطيني مشهد ما كارثة اللي أقولش عن حفظ مقاطع عادي؟ يلا أشوف. لا يعني هيك مقاطع مصرية وهيك يعني مضحكة؟ لا يعني هاي الترندات اللي أكثر. يلا يلا إلك واحد اثنين ثلاثة حمزة نقولها كيولو أكشن. هسه هي دا تمثل أكشن صح؟ عندي مال هذا مال سوزي الأردنية. شنو؟ عندي هذا مال سوزي الأردنية. شوفي واحد اثنين ثلاثة أكشن. دقيقة هن نسيت. اعتبري ما حد يصور. دقيقة. كنا بنهزر سوا هوبي هبي طخ، حس الهزار بتاعي رخم وحبي عرضها قدام صاحبه، راح عملي كده كده بمناخيري، قال انتي مش عايزه تحترميني، كسر لي العظمه الاماميه وهنا وهنا. يخرب بيته. حسبنا الله ونعم الوكيل. عادي انا هسه اقدر احكي يعني لغات. شوف لا هاي لهجه مو لغه، خلينا نتفق. اوكي, أوكي لهجه. شنو بعد حافظها لاخواننا المصري؟ اكثر شيء ما اقدر احكي مصري اساسا. يلا انا احب المصريين كلش احبهم. يلا يعني ازاي افضل محمد هنيدي؟ لا افلامه؟ لا صراحه ما كريم عبد العزيز؟ لا لا تقولي ممثلين. ها حتى اسمهم ما حافظتها. اوكي يلا انت شنو حافظه بعد؟ والله ما حافظه شيء يعني بس اكثر ترند ثاني. شوف هو ترند ثاني بس مش كده يعني هيك يعني مش ولا بد مش ولا بد نعوفه مش ولا بد فد ترند ثاني لابد.
مش ولا بد. شوفي هو انا وياش راح نسوي اتس اوكي. هو لبناني مدري سوري ما ادري. اوكي مال باميلا الكيك تعرفيها؟ باميلا الكيك طبعا اعرف. باي انت تسأليني شو يعني مره؟ شو يعني شنو؟ مره اوكي. اي باميلا فيني اسالك سؤال؟ تفضل. لا هي تقول لها قبل يعني قول لها قبل انتهى السؤال بدون ما يقولها لا في ايش. اتس اوكي. تقدري تقولي لي شو يعني مره؟ اف يا محمد اف. شاني امك؟ شاني اختك؟ شو يعني؟ شو يعني؟ ما ادري. شو يعني؟ سليني ما ادري. طبعا انا نص باميلا الكيك عدا هذا اللقاء وقال الشيء اف صح؟ اكو لقاء ثاني اقولها انت شنو انت مسيحيه؟ تقول لي بلا انا باميلا انت اسمك باميلا يعني انت مسيحيه. ولا انا شايفه من المسيح انا يعني انا شايفه من كيف انا عراقيه انا الاماراتيه انا ما يعني هواي قاعده تحبيها؟ لا صدق. وانا باعي اكثر شيء احفظ عندي هواي ما له علاقه تحبيهم يعني انا عندي هواي ترندات مصورتي اخر ترند حتى ها هي اقول لك مع اخر ترند هي اغنيه والله مو ترند. اوكي يلا هو هذا اللي قلت لك شاقه بشويه هاي شنو بعد واحد جديد هوايه وترندات حافظه بس ثلاثه لا سمح يا لا هذا ما لو سمحت يا اخت يا اخه اي هذا حافظه راح ادعي عليك راح تشوهين سمعتنا بالاعلام صرنا نسوي ترندات بالبرنامج هالشيء نبرز الموهبه اي موهبتك انا ليش تخليني وياك انا انسانه اعلاميه موهبتي موجود بعد واحد والله ما اتذكر اسر جلبت اقول يو لو قال قايله لهذا الترند بعد واحد ايش فكري والله مخي واحد والله دقيقه صبري لي اصبر خلاص لا اطلع فاصل ولا هاي اصبر لك ايوه اسمع يو ما تامر حسني هذا اللي يضربها راشدي انا ما حافظ هنا وزعي وبهدله وقرقره قدام الناس كل شيء ترند لا دقيقة صبروا لي ترزلنا طب اعمل لك ايه عشان تصالح اقسم بالله والنعمة الشريفة حوت امي ما اعمل كده تاني يا محمد تقريبا قال لا غير هيك يعني تشرفنا ويا ربي شي تكوني معروفة هو يعني بهذا ان شاء الله شو ماكو سؤال؟ هو هذا السؤال زعلت يلا ما زعلتي؟ ايه يلا رضيتش بهدية لو ما رضيتش بهدية؟ يلا رضيتش بهدية هذه هدية مقدمة من رسل عزاوي سبا بالعامرية بشارع العسل بالعافية عليك تروح نسوي انجاز الأظافرك انت او انا مع السلامة كرأي محمد سالي راح اقلب لكم من اليمن للعراق المصري اي حبيبي الحمد لله وانت شلونك؟ انا متابعتش على التيك توك وعلى اتشرف حبيت اسلم عليك مليون كلش احب يعني كنت اشوفك بالحقيقه تشرفاني على راسي حياتي ما اسفك شكرا تسلمين ابويا مشاهدينا الكرام احنا مستمرين وياكم بحلقتنا لهذا اليوم نسولف ونتشاقى ونضحك يابا احنا نقول نروح مول ليش؟ لان برا حاره نجي للمول نريد نطلع برا لان بالمول حاره هي كل العراق حاليا طقس حار وكلش نأمل انه يتغير الطقس انت مو فريت من ورايا صح وتريد هسه تكمل الفره شلون الحمد لله شو اخبارك الحمد لله انت من وين شارع فلسطين بغداد رصاصه الله يحفظها لك يا رب ويحفظ لك الرصاصه الله يديك انت عمرك 16 شنو هدفك بالحياه والله الشهاده اكيد بكالوريوس وماجستير قانون ان شاء الله ها حلو محامي ان شاء الله وراها ماجستير ان شاء الله يا رب ان شاء الله يكتبها لك وتتخرج وتكون محامي شي قد روحك تشرفنا ان شاء الله وتولع عيونك يا رب يسلمنا على الاهل يوصل وتشرفنا الله مع السلامه شو ما قلتي عمري؟ عمري كروه مشاهدينا الكرام انا مستمره وياكم بحلقتي لهذا اليوم التقيكم بعد الفاصل يا المبتعد عني ابتعد مني شلق لهن ذكرياتك تعبني مو انا ببالي كلش هذا البيت ببالي من الصبح فقلت اليوم لازم احكي لكم يا بالحلقة الله يساعدك اهلا وين رايح تعال هنا عافية سنة صالح
تمام. شلونك؟ الحمد لله. من وين؟ سوريا. حي الله أهل سوريا وأهل سوريا وكل الشعب. حي الله فيك. شو أخبار؟ الحمد لله تمام. من وين من سوريا؟ من ريف الشام. ريف الشام؟ شو اسم منطقتك؟ زاكية. زاكية؟ إيه. زاكية مو يعني زينة حلوة؟ إيه زينة شبيها. شبيها. صار لك إيش قد ببغداد؟ فات سنة. فات سنة. وين كنت ساكن؟ كرخ ولا رصافة؟ لا كرخ ورصافة. كنت هنا وهنا؟ نعم. أكثر منطقة تحبها ببغداد؟ الحارثية. حلو. اشتغلت بالحارثية؟ إيه. زين. شو كل إيش قد تروح تشوف سوريا؟ تزورها؟ ما أروح سوريا. شو مد؟ ما... ليش؟ ماكو. شنو الما؟ إذا أروح ما أرجع. ممنوع أرجع. يا. والله. يا ربي يكتب لك الخير. الله يسلمك. تشرف. الحمد لله. مع السلامة. الله معك. الله يسلمك. في دول عينك. ما شعر. شعر؟ أنا جاي مشان أسمع شعر. أنا قلت أنت من تشوف الحلقة قلت قبل لا. زين. أوكي. زين. مع السلامة. إحنا مستمرين وياكم نسولف ونتعرف عليكم كالعادة. عادي أسولف أكو مرة هنا. الله يساعدك. شلونك؟ هلا فطومة. شلونك؟ شلونك؟ شو أخبارك؟ تعالي يمي هنا. ها زينين هسه. خيرة. ذوق يعني عند الظلم. قد يوم 84. أسفة أني متهورة ومتسرعة. أني صوتي أني أستاذ. لا حبيبي. سوري. في دول قلبك والله صارش قد أريد أشوفك. ما عمري. أنا من العبة مية طبعا. يلا للعبة. جايين هنا على عيد ميلاد وشفتك وقمت عفت العيد. عفتي الكيكة. عفت الكيكة أصلا. حبيبي في دول قلبك. أي والله كيكة. الله أي والله. حمزة يقول لازم نجي هنا. يلا عادي اوكي. بيتش دا تخنزرين على حمزة. لا لا مو هذا اسمه نفس اسم ابني انا. هو حمزة. اي حمزة. وين ما اروح حمزة بحياتنا. شنو رايك بتصوير حمزة؟ يطلعنا حلوين لو مو حلوين؟ لا حلوين وتخبلون. يعني ما نحكي عليه. ما يقولوا لي بشارع اسمهم فطومة. على طول نصور. اطلع والله العظيم. صح على طول نصور بالاعظمية. احنا بكل منطقة نصور على. اي ان شاء الله. المناطق اللي بيها ناس. الله يحفظ عائلتك ويحفظ اولادك وابو بيتك. عمري. اي أيوة والله يعني. دول وجهك والهد. نور محمد بوجهك. يا عمري خجلتي. حبيبتي لا لا يا امي انا صدق خجلت. لا في دول عيونك. اي أيوة والله. يعني هاي الدعوات والله العظيم ما تدرين ايش قد تنطينا طاقة تنطينا. من الله انه الناس تحبك. نعمة. نعمة يعني الله اللي يريد رزقه هيك رزق. هذا يعني من عليه مندية والله العظيم. يا عمري شلون حمزة وياك؟ حمزاكم مو حمزانة. حمزانة وكا حمزانة. حمزانة همتين يوميا منطينا أوردر ما يعرفنا نرتاح ولا يوم. كل حمزة هي. كل حمزة أبو حزامين. أبو حزامين. إيش قد عمر حمزاكم؟ أنا عندي توأم ثلاثي. ما شاء الله. يا الله صلي على محمد وآل حمزة وعمر وسالي. سالي أي. سالي طال عرون سايد. طال عرون سايد اي. منو المدلتهم؟ والله ثلاثتهم بس هي البنوته هالوحده. اي غير شكل. الله يستر. يعني اضعاف اضعاف. زين حمزه وعمر؟ وعمر. حمزه وعمر منو الاوكح؟ من ابو حزاميه؟ حمزاوي. قدها وهيجو؟ قدها شرس وعفو. وعمر شنو؟ عمر طبعا بطل مصارع بنادي الاعظميه ما شاء الله. ما شاء الله يا يعني. وحمزه وعمر اثنينهم ابطال بنادي الاعظميه. بس يعني هادئ عمر. اي عمر. سالي شنو شخصيتها؟ سالي بين قوسين اقول لك يعني كلمتين ما يعجبها العجب. اصلا. اصلا. قد عمرهم؟ ثالث متوسط راح حول الرابع. الله يعينك كلهم نفس الشيء. الله يساعدك ويقوي. الفترة اللي راحت ثلاثتهم بكالوريا واني كلية مساء امتحانات وبالضيم يا قلبي. بالضيم يلتنشد علي. أنا مدربة ما سياقة بالأعظمية. ما شاء الله. أي. الصفحة مالتي مدربة قيادة. الله يوفقك كل شيء. سلمت. ربي يوفقك ويفتح لك في الدول عيونك يوم. هذه هي مقدمه حبيب. شركه ريح البراري تذكرتك مجانيه حمزه واخوانه وما اعرف شيء كلهم يدفعون فلوس ما عليها هاي بس انت مجانية. بس انا بس انا اروح اصلا هج اخذ غراضي وهج الف عافيه عليك مقدمه باداره عماش طه وعلي الكبيسي عنوانهم بالعامريه او بالمنصوره تواصلوا وياهم في دول عيونك عاشت ايه نورتي. الله يسلمك مع السلامه كل التوفيق حبيبي ابويا انت الله يعزك مشاهدينا الكرام انا مستمره وياكم داخل دريم سيتي فاصل وارجع لكم اطيب طعم من شياو يبرد ويرتب الجو يومك احلى وكلش اشهى خلي ببالك دوم شياو حل حياتك بطعم طبيعي عيش دقائق بنكهه بديعه جرب شياو من اول مره رح تلقى الفرحه كل مره
شياو تاني كل شي مناسب انت اختار وكون الكاسب. كلنا هنا حبينا شياو نكهات عجيبة وكلش واو. حل حياتك بطعم طبيعي عيش دقايق بالنكهة بديعة. جرب شياو من اول مرة رح تلقى الفرحة كل مرة. هلا بشياو البارد ايس كريم يا بجامد لجل عيونك اشتري واحلم بك وانا قاعد. مستمرين وياكم مشاهدينا الكرام داخل دريم سيتي مول، نتعرف ونسولف ونتشاقى وياكم ونسأل عن أهم أهدافكم، وربما نحصل من عندكم نصيحة أو حكاية حلوة أو مثل أو الأشياء اللي أنتم تقتدون بها أو الكلمات والجمل اللي أنتم ماشيين على مبدأها بحياتكم. مرحبا، شلونك؟ وين رايح؟ تريد تقطع علي اللقطة؟ شخبارك؟ الله يحفظك. شلون صحتك؟ الله يسلمك. يصير منك؟ ابن عمي. حياك الله. أشكرك. شلونك؟ الحمد لله. أنت من وين؟ من بغداد. من بغداد، أنت وابن عمك على الغريب لو عادي تعوفه؟ لا على الغريب والله. أنت وأخوك على ابن عمك لو لا؟ لا هم نص ونص. احنا اخوان يعني. اي ان شاء الله. يعني اذا صارت فد موقف بينك وبين اخوه تشوفه هو يظل ساكت وصاف ولا يفزع؟ لا يفزع يفزع. لمن؟ يفزع لي. والله كان اخوك ابو مشاكل يعني. لا لا ابن عمك على حق على طول. اي على طول على حق. شنو هاي؟ شنو الحياز هذا؟ انتو كرخ لو رصاص؟ علاقتنا كلش قويه. اوكي هذا اللي انت سوي مصيبه وانا وراك. عافيه. وين ما تروح انا وياك. اي عافيه عشتيدك. يحتاج تخابره وتقول له وقعت بمصيبه تبلش هو كانه وياك. ابد. يوم مواليد؟ انا 93. 94. انا احكي لكم لا متزوجين ولا متخرجين ولا مستقرين. اي لا انا مخرج. يا الله. وهم خريج بس انا ما متزوج هو متزوج. مو قلت لك بينا لولا التسعينات ما تمشي عدله. ما تمشي عدله. لا ان شاء الله راح ابدا حياه جديده يعني. يا رب يا لا هسه انت من جيل الالفينات مو بالتسعينات ما بيهم. عوفنا روح على الالفينات. واميج ما شاء الله الالفينات تخرجوا حتى بيبي صاروا ما تدري حتى ما ينفصلون هاي من جيل التسعينات. حتى علاقاتهم كلها مستقره. تعالوا هنا انا شويه. التسعينات شو صايرين؟ اي والله احنا التسعينات وشيب. اي والله. من شنو تخرج؟ انا دار اقتصاد دار اعمال. حلو يا سنه تخرجت احنا وقفتنا صح؟ لا مو صح مو حمزه ما مرتاح لوقفتنا فاني ما راح اعرف اسولف. اوكي وجهك هسه احنا اوكي؟ اوكي 2017 2018 18 لحد ال 24 تقريبا 6 سنوات شنو سويت بيه؟ يعني شغل على شويه سفر على يعني هيك يعني. بالعاده من نكون طلاب جامعه تكون عندنا كم هدف خليه في بالنا اول ما نتخرج نسوي سويت لو لا؟ والله اشتغلت ضمن تخصصي يعني وفتحت يعني اكثر من محل وهاي بس يعني تعرفين صارت مال كورونا وهاي السوالف فيعني سديت بعض المحلات اللي صارت عندنا. المحلات اللي فتحتها؟ والله فتحنا محلات مال كوي يعني كوي ملابس وهاي ويعني فيدنا مال عجوزيات. اي عافيه. اي ويعني يعني ظليت اشتغل شغل اهلي يعني ضمن اختصاص. هسه شنو تشتغل؟ انا هسه سوبر فايزر على عده سوبر ماركتات، سوبر ماركتات وفر. أي طبعاً أكيد تحياتنا لهم هي معروفة. والعائلة العراقية دائماً تلجأ لسوبر ماركت كبير حتى تلاقي بيه احتياجاتها، أحسن ما أتبهذل بكذا سوبر ماركت صغير، أروح على سوبر ماركت كبير. أوكي، شنو تشتغل؟ موظف. دولة؟ إي. دولة اللي يطلعون بثلاثة وينامون. واحدة صارت. فخر. سنتين، جاني خبرتك قلت له وين؟ قال لي بالوحدة خلصت دوامي. شنو؟ شو تغير؟ مو على مود الحر غيره لحد 29/8 صار الدوام من السبعة للوحدة. حلو حلو حبيت. حبيت. زين وظيفتك صعبة ولا سهلة؟ لا سهلة. الكهرباء شو مو سهلة؟ أسهل شيء بالحياة. اللي طفن علينا الوطنية. أدعي. نص مليون أدعي اليوم. ما لي علاقة. كلكم أي شخص طاف لك برمود. وزارة الكهرباء مطف علينا الوطنية. لا لا ما لنا علاقة. بعدين احنا شنو يعني لازميكم صبح ليل ظهر عصر. إيدي تحكني رجلي تحكني. يعني هاي احنا على حسب بعد تدوامك بالكرخ لو بالرصافة. لا بالرصافة. هاي احنا الرصافة لا عاد متفق. أنا على الكرخ. طفيها بعد على الكرخ المرة. طفي الكرخ حتى يشمل. صيهم. الله يرزقكم إن شاء الله. أريد تحكوا لي شغلتين كل واحد بيكم. حضرتك شو اسمك؟ حيدر. سجاد.
حيدر. حيدر تسولف لي على فد حكايه كانت تقولها الوالده، وانت تحسها دا تبالغ لو يا معوده يا يما والله ماكو هيك شيء، وبعدين اكتشفت هي صح مليون بالميه. سجاد تعال شويه، يعني مثلا يما لا تامن صديقك، لا تسر، ترى مو كل الاصدقاء اخوان، ترى مو كل الصديقين نطي سر، وانت تقول هي يما هذا اخويا طبه وطلعه وهيك، وبعدين طلع كلامها صح. شنو الشيء اللي قالته امه؟ والله فعلا يعني كانت تقول لي مثلا اكو ناس يعني انت يمكن قلبك طيب لا تثق بهم قبال، او مو كل العالم مثلك، مو كل العالم مثل قلبك ونيتك صافيه زين، بس شويه يعني الحمد لله اكو عالم لو الدنيا لو الناس الخيره موجوده. موجودين، انت اختار. الاختيار. اي شنو هسه كلام الوالده وين طلع عندك؟ والله صحيح يعني اي بالاختيار، يعني الانسان لازم يختار الشخص الصح على مود تمشي حياته صحيحه. يعني مرات احنا يمكن انا شيت هسه مو مثل عقل اللي هسه اللي انا بيه، يعني قبل سنة ما قارن روح مو، فهسه الوضعية تختلف أكيد، كل ما يكبر إنسان يوم تتغير أفكاره قراراته حتى الناس اللي يحبهم. أكيد الناس اللي يختارهم اللي مرات نشوف عندنا أصدقاء من 4-5 سنين كانوا ويانا، اليوم علاقتنا بيهم سطحية، مو لأن هم بيهم عيب أو غدرني وغدرته، ممكن خلص بديك الفترة كان الصديق المناسب العقلي والفكري والاحتياجاتي، ممكن اليوم هو مو صديق اللي اكمل وياه، اختلفنا بالافكار، فاني اتغير واصحى واوعى واكبر والتجارب تغير وتعلم وتخليني دائما دروس. هم من الحياه تعلمك هوايه تفاصيل، هوايه اللي تعلمتها من الدنيا. يعني قلت لك يعني مو انا درس واحد انه ما امن باي شخص قبل، هاي غشيتها من عندي عن طريق. اي والله هي هاي يعني هي بعد شغله ثانيه. شغله ثانيه مثلش يعني تساعدني. انت حياتك. لا ما يصير ما غشك وزارة الكهرباء، ما تغشك بس يطفوا الوطنيين. انت كتجربة مريت بيها علمتك غير انك ما تثق باحد، شنو بعد؟ يعني والله ما قاعد علمتك الدنيا تضم الفلوس اللي عندك بالوقت اللي ممكن يجي ما عندك. والله ما اضم فلوس احكيك الصراحة، ما علمتك ما قبل ماكو ضميها من انا اصرف فيها من انا. ما تحس ال 200 الف صار 10000؟ ماكو مثل باقي الفلوس قبل تطير. زين الله يحفظك ويرزقك في دول عينك. سجاد شنو هدفك بالدنيا؟ شنو تريد توصل بعد 5 سنين؟ انه باعتبار مريت بتجربة و احب ان اعوضها. اي اعوضها. اي عندك شخص اختاريته لو بعد؟ اي طبعا اختيار صحيح المره. اي ان شاء الله ما بيها تشافصه بعد؟ لا بعد توب ما اتحمل. لازم فيها بعد هبطه؟ ما بيها بعد اي مجال، هو يتعب بعد هذا. اي اكيد اي هبطه مره. لا ابد ان شاء الله موفقه بحياتي يا رب ان شاء الله. اللهم امين، الله يفتحها بوجهك ويجعل لك حياه زوجيه سعيده، ويا رب اي شيء مر عليك بالماضي متعب اخذ من صحتك وعافيتك ان شاء الله تتخطاه بالخير. اشكرك. تسلمين. ربي يوفقك. الله يسلمك ويحفظك ان شاء الله، ومن نجاح النجاح يا رب. الله يسلمك. اني اشوفكم بخير وعافيه. هذه هديه مقدمه من جيم تي ان تي، اشتراك شهري بالسيديه باداره علي الجبوري، خابرهم واحجز يمهم وروح لهم شهر كامل مجانا. شكرا جزيلا. نورتينا. شكرا ست. شكرا جزيلا. اشوفكم بخير، حياكم الله. الهدف اللي دائما نسعى له حتى نوصل له، لا تخلوه بعيد وحلم وتحسون نفسكم من المستحيل تاخذون هاي السياره، وعزه شلون اوصل لهاي الكليه، لو شلون اسافر لهاي الدوله، لا بالعكس غيروا المفردات واستخدموا مفردات حلوه تحقق هذا الهدف والحلم. اما نصيحه الوالده فهي ترشيه بالاذن، وكلمه تظل بالعقل الباطن وتترسخ. اسمعوا النصيحه، مو شرط تطبقها 100%، على الاقل اخذ من امك اللي تقدر عليها وتستخلصها من الكلمات اللي تسولفها او نصايحها لين تفيدك. وين رايحين؟ شلون جاي نشوفك الحمد عمري؟ شو اخبارك؟ الحمد لله. لا تروحين بعيد، تعالي راح ازمهم اني من ناحيه ما يروحون. شو اخباركم؟ الحمد لله. شو اسمك؟ قمر. قمر حبيبي. وانت؟ فدك. انتوا شو تصيرون من بعض؟ خوات. الله يستر عليكم، ما تتشابهون صح؟ والله مو كلش تتشابهون. إيه؟ يعني لكم لو لا؟ اي دائما. اي مو كلش، يعني كل وحده جمالها شكل. صح. في دول عيونكم، الله يحفظكم. جد اعماركم؟ انا راح ادخل 15. قولي والله. والله. يما حبيبتي عمري، شوفي هو انت بعدش طفله، بس العبايه والشال والعيون الكبيره الله يستر عليه. سوري مبينه انه انت شي 20. الله يحفظك ويحفظك. ويحفظك حبيبي. انت وانت 18. ايه هاي حلو، انت عمرك مبين عليك نعمه من الله. يا مرحله دراسيه انت؟ سادس. ثالث.
شلون شي أثار؟ الحمد لله زينة. سهل أو صعب؟ كان نص ونص. يلا الحمد لله وشكرا. أنت؟ أنا هسه سادس. أي شنو وضعك؟ والله إن شاء الله يعني خليت هدف وإن شاء الله. لا تسعيلة؟ أي والله. قرينة هون؟ بعد ما بادي. يعني مو عادة طلاب السادس يقرون من عطلة الخاص. صح. فأنت مو وياهم؟ لا. ما علينا بيهم. من تبدي؟ ما علينا بيهم، ذولا شوية يريدون تسعينات و... لا لا إن شاء الله. ها. والله. اي ان شاء الله يا رب الله يوفقك. شنو هي النصيحه دائما تقوليها لاختك بما انك الاكبر الاوعى؟ انت البنت اللي صاحبه تجارب اكثر. صح. انه ما تثق باحد، انه انا سنتها بالدنيا، واي يعني مهما صار عندها ظروف تجي تلتجئ لي. عمري على فكره صدق الاخت مهما تظل تسولف او ترزل، عفوا للمفرده، بس انه الاخت الكبيره دائما تشوفها ترزل. صح. يعني ما تحكي هيك بحنيه وطبطبه، ما تحكي بحنيه وطبطبه، الاخت الكبيره تحسيها دا تهاجمك لان هي تخاف انك تخسرين خدش صغير. صح. بافكارك لان هي جربت وشافت الناس. فاسمعي النصيحه. اسمعي النصيحه. انت تسمعي لها لو لا؟ اي. تسريها لو لا؟ اي. زين. شنو احلى صفه؟ حنونة. وأكثر شيء يشلع قلبك بأختك؟ عصبية. أنت عصبية؟ أنت هالنتفه هاي عصبية؟ ما مبين عليك. هذا كفر يعني هدوء. لا هدوء يعني قبل كاميرا وعيب وفاطمة وهيك. ناس بالبيت. زين. شنو أحلى شيء ببيتكم؟ أحلى شيء ببيتنا؟ التفاهم. عائلة متفاهمة انتم؟ ماكو صياح ورقع طالة؟ اكو بس يعني. اكو؟ اي اكو. شلون متفاهمين انتم؟ يعني اذا صارت عندك سفرة بالمدرسة رأسا يوافق؟ اي اروح احكي ويا بابا قنع ويوافق. سلس بابا؟ اي اي. شنو اصعب شيء قنعتي بيه بابا؟ والله بابا حنون ومتفاهم، يعني ما واجه صعوبة. يعني تقنعيه باي شيء تريدي؟ اي. اذا كان شيء بي خطأ او صعب هو يرفض؟ هو يوجهني على الطريق الصح ويقول لي الاختيار لك. صدق؟ والله. تحياتنا لبابا. انا احبك بابا ويا. حلو حلو الاب اليوم يوجه. إيه؟ ما يضرب. صح. يوجه ما يعصب، يوجه ما يامر، لان بالتالي بعد لك كم سنه تصيرين انت ملك قراراتك، ما تحتاجين احد. فحلو يكون عندك خزين من نصائح بابا وطريقه تعامله بالتربيه، حتى انت من تكونين ام تعرفين شلون تربي. اي صح. صحيح. شنو توجهي لك كلمه؟ أني أحبك بجد الدنيا، وإن شاء الله يظل سند إني وما أخيب ظن بيوم. يا عمري. أنت شنو توجهين كلمة لبابا لو الماما؟ البابا. الله يستر عليك وإن شاء الله تبقى خيمة. عمري أمي جميلاتي خبلون، الله يستر عليكم يا رب. يا رب بتخرجكم يصير بسلامة واثنينكم تطلعون من الوزاري، وأنا أدري العائلة هسه متوترة لأنه اثنينكم وزاري. فشدوا حيلكم. يمكن تشوفين السادس محطة انتهاء ومحطة صعبة، بالعكس هو بداية حياة كلش حلوة وجديدة. فاستغليها وتونسي حتى بنيا الصعب. اي أكيد حبيبي. أنت موفقة يا عمري. أشوفك بخير وسلامة. هذه هدية مقدمة من السلطانة لينو، مليون عافية، عنوانها بالمنصور مقابل الحلواني. باكيجاتها تجنن، آلي مستخدمتهم باكيجات شعر، جسم، بشرة، كل شيء حلو يخص المرأة تلقيه موجود عند السلطانة لينو. ألف عافية. الله يعافيك. تستخدمي وتستلمي بالهنا. حبيبي. مع السلامة. الله. فرصة سعيدة. باي باي. حياتي، مع السلامة. مشاهدينا الكرام، أنا هم أقول كلمة لأبويا، يعني ترى أنا غار عادي محمزة، يعني هم أقول له الله يحفظك إلنا صحة وسلامة ورزق، وإن شاء الله دائما تتباهى بينا أنا وأخواتي، ونكون دائما السند الحقيقي. لأنه البنية من يكون والدها هو السند الحقيقي، هاي بعد خلاص ما تحتاج أحد، ولا راح أوقع ولا تحتاج شخص يعلمها أو يسندها أو يوجهها. فالعائلة من تكون سندك انسي بعد تحتاجين أي شخص بهذه الدنيا. نكمل جولاتنا اليوم. أنا قلت للمخرجنا، مخرجنا أنا يومية سائلة هذا وين وذاك وين وهذا البحر وهذا المثلث، خلينا اليوم نتعرف على أهدافكم، نتعرف على خالة. خالة 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 أنا شكون خالة؟ وبعدني صغيرونة. ايوه أستحي أبدا. أوكي يلا، أنا أقدر أنه أنتي تستحين. يعني ثاني خالة؟ إيه. خالة كبيرة لو خالة صغيرة؟ لا خالة صغيرة. خالة صغيرة؟ إيه. زين أنتي شنو اسمك؟ رقية. رقية يا صف.
نجحت الأول متوسطة. يا عمري والله يلا أقبل تقولي لي خالص. أقبل. أوكي. أوكي. أنا كلش أحبك ومتابعتك على كل المواقع، وماما كلش تحبك وتسلم عليك ومتابعتك على كل المواقع. عمري والله أنت وماما وعليكم السلام والرحمة، سلمي لي عليها. شكراً. أقول لك وين متابعتني؟ باليوتيوب على القناة مال فلوجة، وعلى أتابع على اليوتيوب ماما. والإنستغرام. لا ما احنا ما ننزل انستغرام. انا ما ادري ليش ما تتابعوني على انستغرام. لا مو يعني احنا انا وماما ما ننزل، نحب اليوتيوب اكثر شيء. اوكي يلا خلاص كتبي باليوتيوب قناة الفلوجة هو يطلع لك. مو انا تدرين حتى مرة حلمت بيك، وكل مرة ادعي انه اشوفك. يا عمري شنو حلمتي؟ حلمت انه احنا انا وماما بالمول ونشوفك، وكل ساعة اطق وياك صور. حقق الحلم. خذي صورة حتى الحلم كله يتحقق بالكامل، مو صحيح؟ شو شعورك، حلو لو مو حلو؟ يخبر شعوري يخبر. أنا آخذ هذه الصورة. الله هاي شنو حاطة مؤقت 10 ثواني يا الظالمة؟ شنو ده تحسين؟ راحت إيدي. يلا الحلم صار حقيقة. أي. واللي حلمتي بيه صار بتليفونك. أي. حلو؟ حلو. يا رب إن شاء الله كل شيء تحلمي بيه يتحقق. شكرا. مع السلامة. باي باي. سلمي لي ألم. باي باي. حاطة مؤقت 10 ثواني، ب10 ثواني أخذ لقائي. أهلا مستمرين وياكم. نكمل، راحت عفتني، نكمل وياكم حلقتنا لهذا اليوم مشاهدينا الكرام داخل دريم سيتي مول، ونسولف وياكم نتعرف عليكم. اليوم أنا كلش حابة أتعرف عليكم وعلى أهدافكم وعلى تجاربكم اللي مريتوا بها بالحياة وشلون كانت. الله يساعدكم، عادي أسولف وياكم؟ سلمك. إيه عادي الحمد لله، بنشكر الله. أنتوا من وين؟ إحنا وقفتنا مو صحيحة مو أي شيء. زين أوكي. ها اقول لك هذا اظل واقفه بصفه عادي، هذا الرجال هذا عادي اظل واقفه هنا اني اوقف بالوسط. اوكي تسلم شكرا. انتم من وين؟ من سوريا، من الشام. حياكم الله. ثلاثه سلمك. ايه ثلاثه عم. زين شو تصيرون من بعض؟ قرايب اولاد عم. اكو فرق بين قرايب وبين اولاد عم؟ هذا ابن خالة الشاب هون. أوكي. تمام. وصديقي بايام المدرسه، ونحن اولاد منطقه واحده يعني. الشام يعني انتم من كنتوا بالشام اصدقاء؟ لو هنا تعرفت؟ لا نعرف بعض، نحن اولاد منطقه واحده. عم اقول لك من الشام. سوى للعراق؟ لا كل واحد اجى. بس التميت. اي رجعت الدنيا لمتنا هنا. رجعت الدنيا لمتنا هنا، هاي جمله عراقيه. اي هو غير لنا سنتين هنا. غير لنا سنتين هنا، راح اعوف كل شيء واركز على كلامه. هاي معركه. لا 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 بعد لا بعد ما يعني اخذ على اللهجه زين. ما ماخذ على اللهجه زين. اي حلو والحكي والكلام مع الناس. احلى شيء شفته بالعراقيين يعني طيبتهم، كرمهم، غيرتهم. طلع غيورين صح والله بالغيره والله صح. دمنا حامي. اي طبعا. ونحن كشعب ما في اختلاف بيناتنا الشعب العراقي. احنا كشعب احنا وشعب سوريا كلش قريبين والله صح. احنا كلش قريبين كحدود وكعادات عادات وتقاليد تقريبا نفس الشيء يعني ما بتختلف. اصلا محافظه الموصل عندنا اصلا يسموها حلب. يعني احنا نسميها حلب على قد ما تشبهها، على قد ما نفس اطباع السوريين بحلب. فيها كتراث سوري وفيها كعادات وتقاليد مثل سوريا تماما. شنو احلى شيء بسوريا؟ هلا عندك تروحي على سوريا مثل تفوتي على الشام، على الحارات القديمه، على المقاهي، على الكافيات. ايه كثير حلوه يعني. سوق الحميديه الايمريه بالاخص. بعد انتوا بتحبوا باب الحاره كثير هنا. احنا اصلا يعني عندنا باب الحاره فد هيك ستارت جديده للشعب السوري. ابن عمي لا وانه الرجل السوري رجل شرقي رجل متسلط، بس احس لا مزبوط اكيد الرجل السوري مو متسلط. هي على مبدا شكلين ما بحكي. صحيح لو لا 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 ما في شيء. بس باب الحاره. بس باب الحاره هذا الحكي والكلام بتشوفوه باب الحاره، بس انه قديم فمثلوه باب الحاره ورجعوه هذا الحكي. شلون انا هاي الجمله سامعتها من صديقاتي اعلاميات بسوريا، كان عندي شغل وياهم فسمعت منهم هذا الكلام. بقطر التقينا وكان عندنا عمل، فقالوا لي انه كل الاشياء اللي شفتوها العادات والتقاليد لباب الحاره هي كلش قديمه، مو مثل هسه. قالت لي هسه بالنص انه الشاب السوري اوبن مايند صار عنده عادي يحكي شكله. ايه تماما تماما. وثلاث مرات وثلاث اشكال. يعني زمن ابو شهاب وهذا الحكي ولا زمان؟ ماكو. ايه الا شوارب لك عمي.
سمع وصطيف وما كله تمثيل هذا كله حكي بليله ولا ما في لا بلا بس بالاول كان موجود هذا الشيء بليله وما بليله بس هلا ما عاد موجود طيب والبيوت انا رايحه على سوريا بس ما شايفه بيوتكم يعني بس اوتيلات اي اكيد هاي بيوت تشبهها لا بلا في منها هيك بالشام لا الشكل الدارج حاليا لك لا لا ماكو سوريا وين زايره حلب الشام يعني طرت ورجعت بالشام فما ظليت هوايه اذا تريدي تفوتي على هيك بيوت مثل بيت ابو عصام وبيت ابو شار شفت إيه هسه لا كانت اكو مناطق بالشام هي موجوده بحلب بالاماريه المنطقه اللي عم اقول لك عليها فهلا سووها مطاعم يعني ما بقيت بيوت بس صارت مطاعم كافيهات مطاعم شيء شرقي بيدل على الحضاره السوريه القديمه يعني على البناء وهيك يا ربي دائما تكون سوريا عامره باهلها وبناسها وان شاء الله يا ربي ترجع احسن من قبل واحنا ما ننسى انه احنا شعب نحبكم مثل ما انتم تحبونا مثل ما احنا تأزمنا بيوم من الايام ولجأنا لسوريا وكنتوا الام اللي لمتنا اهلنا الثانيه واهلا وسهلا فيكم نتشرف والله انتم قاعدين بالكرخ لو بالرصافه نحن لا هنا قريب من زيون من هنا يعني بالرصافه ايه هنا هنا يا عمو هنا السوري من يحكي عراقي يطلع يخبل شي يعني شنو تعلمت بعد عراقي هلك عراقي ما متعلم كثير انا بس انا تعلمت هون الشغل العراقي الفطاير مثلا البيتزا هاي الشغل العراقي يعني اللي تعلمته هون انا حكي عراقي ما تعلمت بس تشتغل ما تحكي ويانا لا ماكو 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 حكي عراقي الكلمات اللي معروفه ماكو شنو شنو بهالامور صدق كذب وحبيتنا انا من انتم تسولفون علينا انا احب العراقيين اكثر والله انا عراقي والله ونحن حبيناكم بدول وجهك انا اتشرف تشرف فدوى العيون هسه نحن من متابعينك وجايين نشوفك باوع عليك بالتليفون ترى دوم نطلع مولا بس ما شاء الله يعني تبارك الرحمن اللي نشوفك على التليفون غير الواقع احنا لو اسوأ القرى احلى بعدنا عم اقوله صح عم اقول يا رب الاقي فاطمه كم طلعت سبحان الله والله العظيم شنو هالدعوه راح ادعي اليوم دعوه مستجابه يعني ما شاء الله مثل ما بيقولوا عنا بالغزل السوري امر 14 انه كامل مكمله شكرا عيونك الحلوه ممنونه تسلم فدوى لعيونك انتم السوريين تخبلون والله يحفظكم وفدوى لعيونك وترجعون ان شاء الله على بلدكم بسلامه وترجعون لبلدكم الثاني هم تروحون تزورهم ورجعوا لا تبقون هواي اكيد اكيد هذه هديه مقدمه لك من شركه ريح البراري سفره لاقليم كردستان تذكرتك مجانيه بس الرحلات تكون عوائد فشوف لك اصدقائك عند عائله شيء واحد وانا اخذها معي نحن ندبروها وهذه هديه مقدمه اشتراك جيم تي ان تي بالسيديه باداره علي الجبوري اشتراك مجانا لمده شهر كامل حياه كل الشكر والاحترام الف هلا مع السلامه الله يسلمك مع السلامه مشكوره حياك الله مرحبا هلا شنو هالجمال شنو هاي الرصعه هاي على منو ماما لو بابا عندها هاي الخدود ماما خلي يشوفك حمزه ما دي يشوفك شوف حمزه بعد طاعش باليوتيوب حلوه لا مو حلوه حلوه ها شو اقول اني عمري عمري انت عمري شكرا انت شو اسمك جود عمري حبيبي انت سلمي لي على ماما اوكي باي حبيبي انت مشاهدي باوعيني هواي باليوتيوب هواي باوعيني لا تقصرين مشاهدينا الكرام احنا مستمرين وياكم شكرا يعني شكرا شعبنا العراقي لهذه النظرة والصورة اللي ناقليها لكل البلدان اللي زارتنا اذا كان بالبصرة من صار عندنا كأس الخليج او اذا كان كأس الخليج صار عندنا بالبصرة صح لو اني غلطانة صح اي مو كأس الخليج صار عندنا بالبصرة اي صحيح من صار عندنا كأس الخليج بالبصرة نقلت صورة مو طبيعية علينا وتصنفنا احنا اكرم خليجي 25 صح خليني كم استرسل راح انسى اكرم بلد على مستوى العالم من ناحية كرمة لكل اللي يكونوا قادمين الى كسائحين وشكرا لانه احنا دائما ننقل الطيب والكرم اللي تربينا عليها من اهلنا وهذه التربية اخذناها ابا عن جد اذا كانت الكرم الأخلاق الطيب اللي نشوفه نتلقاه أي أحد من عرفه نساعده أي تصرف بالشارع نشوفه لا إراديا نتدخل هذا من طيب كرمنا وتربيتنا الصحيحة فالحمد لله والشكر إحنا كشعب هاي سمعتنا بين الدول تسوى الدنيا والله هيك أعتز
وكلي فخر انه اني عراقيه بغداديه اموت عليها، يعني شي تحس روحك في شيء مهم بالكوكب لانك عراقي بغدادي. احنا مستمرين وياكم بالحلقه، الله يساعدكم. مرحبا، الله يساعدك. شلونك؟ الحمد لله. شنو اخبارك؟ اخبار خير، لك الخير. انت منين؟ من اليمن. حياك الله، شو تقولون؟ ارحبوا. اي ارحبوا. ارحبوا. ترحب المطر. ارحبوا، حياكم الله، انت هم من اليمن؟ لا من الموصل. حياك الله. كل حلمه يشوفك. ترى انا وايد منتظر لك ساعه كلها، شنو السالفه؟ يعني احنا معروفين باليمن. بس ما يصير، امي تقول اول ما تحصل فاطمه غيدر تسلم عليك. قول والله. والله. يا جماعه اوقفوا، بس خلي شفتوا اليمن يعرفونه. نروح حمزه، لازم نروح الدول العربيه كلها. شو؟ لا لازم امي سوي لي دعوه خليني اجي اصور حلقه ويا خالد. لا والله نسوي لك، امي قالت اذا ودك تجين على اليمن على راسي. يا عمري سالم راس. بعد بالمطار. يا عمري يا امي، اقول لك امك ام منو؟ ام عقيل. ام عقيل؟ عقيل. بالعراقي. زين انت شو اسمك؟ عقيل. انت الكبير؟ لا مو الكبير، الوسط. انت الوسط ويصيحوا لها على اسمك؟ هم ما ادري يحبوني انا اكثر واحد. ها حلو، انت محظوظ يعني تقريبا. زين عقيل خلينا نحكي وياك، شنو اطيب اكله مشهوره باليمن؟ هي اكلات هوايه، هي اطيب اكله الصبح ولا غدا ولا عشاء؟ غدا. غدا طبعا الفحسه. شو فحسه والمن؟ شنو فحسه؟ ما يعرفوها الا اليمنيين. اي ما احنا لا، لهذا بدنا نسالك غير حتى تغششنا. ما اغششكم بهالاكله، هي سر المهنه، شنو اغششكم؟ ما قلت لك شلون تطبخها، قلت لك شنو هي، انا ما اعرفها. لا لا هي شنو فحسه؟ لحم دجاج. فحسه لحم، ما في دجاج فحسه. هي تشبه اي اكله عربيه ثانيه زي الاكل. هي لحمه بالماعون. هو يحكي لنا، الله لا يعوزنا عليه. هو يجيب الماعونه يصير صاعده لحم بدون عظم ويا السوق، يعني يخليه ويا السوق. تشريب مثل تشريب. ايه اول بارحه انا سويته، علمني اياه سويته. سهله تشريب لحم عندنا. هو انا ما ادري شنو يقولوا ولا عشان ترجم لي. اريد اترجم بس ما ادري شلون. شنو احلى منطقه باليمن؟ طبعا اب اب الخضراء. اب الخضراء. اب هذه العاصمه ولا محافظه؟ لا محافظه. بعيدة. محافظه مو العاصمه. لا زين. صنعاء. هي حلوة بس لازم مو زي أب، يعني هذه أب مو منطقة بالعاصمة، محافظة واحدة. أوكي أنت من وين؟ من صنعاء. من صنعاء على طول تروح الأب لو لا؟ لا دائما دائما أروح الأب. حلو. هي لما السياحة مالتنا نروح الأب، أي شيء يعني عندنا احتفال مناسبة أي شيء نروح الأب. كل شيء. أوكي شلون تتعرفهم على المحافظات؟ منو جابهم هنا يعني أصدقائك ولا أقارب؟ جينا طلب. جينا طلب شيفات، انا شيف. هو شيف. شيف يمني. تعرفت عليه بمحافظه الانبار رمادي. زين. عشان شنو تسوي بالرمادي؟ اني مطعم وياهم ما اشتغل. يعني تشتغلون بالرمادي؟ كنا نشتغل بالرمادي بس هسه تفارقنا. تلاقيتوا ببغداد؟ لقينا ببغداد هسه. اي هاي بغداد، تشوفها كل الخير والحب ببغداد. اي والله اهم شيء ببغداد. احلى شيء بغداد بعد. شو رايك بيه؟ فارقه حتى. يا عمري. من الموصل صار لي تقريبا سنه ببغداد. والله العظيم. شو رايك بيها؟ والله حيل حلوه، يعني اجواء كلش حلوه ببغداد. بالمو؟ شنو افتريت مناطق ببغداد تتذكرها لو لا؟ بغداد؟ اي رحنا على الكراده وعلى المنصور وعلى لا فريتهم على كل مكان، على الكورنيش. ابو نواس. اي كورنيش. وعلى عده محافظات، رايح دياله، رايح النجف، رايح رمادي. ها؟ انت عراقي، انت لازم يعطوك جنسيه عراقيه. هو ما رضي يعطونا، شلون هسه شلون نسوي؟ والله حياك الله، لك بغداد واهل بغداد واحنا نعوف بغداد ونطلع. على راسي اهل العراق كلهم، احنا اخواننا، ما في فرق بيننا، اليمن والعراق دم واحد. فدوه لوجهك، تشرفنا. يسعدكم، لنا الشرف. كلش فرحت لان اني باليمن عندي جمهور. لا شلون ما عندك؟ تصور ايش قد فرحت. شلون انت بس وصلي اليمن انت تشوفين الجمهور بالواقع، ما تشوفين من هنا. ابي اروح، لا ابي اروح. لا لا أستاذ انا اقطع لها تذاكر وتجي بعد يم امي. يا عمري خاله ام عقيل صح؟ ايه. ام عقيل انا اروح على ام عقيل بس حمزه يضوجني اخذ غراضي بكامرتي واروح هناك امك تصورني. يلا ننتظر. لازم المشوار مالتنا بعد سنتين نروح. تدري شنو ورا الكواليس؟ قول للحمزه وين المطعم اللي تشتغل انت شيف بيه حتى اجي. والله والله اجي اكل اكل يمني. والله على راسي. ها والله ننزل لكم السفره. على حسابك. اسكت لا تفضحنا ان شاء الله. ها على حسابي؟ لا لا شو السالفه بس ما يصلح ان احنا نقول لك هسه على حسابي. ما يصير، هو قصده الكرم الحقيقي بالموقف. اول ما توصل بعدين تتغدى بعدين تبشر بالسعد اللي تريده. شو تبشر بشنو؟ تبشر بالسعد. تبشر بالسعد، يا الله ايش قد حلوه كلماتكم، تخبلون انتم، اعطيني هديه يا كريم. عاشت ايدك، كلش فرحت بشوفتك. والله تسلم. سلمنا على الاهل. وهذا الفيديو
دزي الخاله. ايه هسه صوري لامي. افا تامر امر واذا تخابرها هم احكي وياها. لو ما عندك لا انترنت ما بلا عندنا بال ها؟ بالمطعم. ما عندك يلا خلينا نطق صوره. اغطي الكاميرا. شو؟ ما في كاميرا خلاص خلاص. ليش ما في كاميرا؟ هاي الصوره. ها وتريد تصورني تريدني اعوف حمزه واصور وانت ما تعرف تصورني صوره؟ احنا راح نجيب العيد. والله فضحنا راح نجيب العيد. هذا هدايا اثنين. هذه الهدايا شوفوا هي اختك هديه ادول عيونك تسلم. هديه ما اريد لا هديه ولا اريد شيء، اهم شيء احنا شفناكم والتقينا بالوجه الطيبه وبالكلام وباهل الجود والطيب، كل شيء ما اريد منكم لا هديه ولا اريد اي شيء. انتم على راسي وفوق رؤوسنا فوق اليمنيين، احنا دم واحد وشعب واحد ما في فرق. انا كل شيء خجلتني شنو، انا ما احب احد يكون يسولف احسن مني، خجلتني ما دا اعرف ارد عليه. احنا ما نعرف نرد على الكلام الحين. انا ما لازم اول شيء احكي لا راح نطلع هواي كلام. انا كلش فرحت بكم. هذه هدايا اثنين، هديه الاولى مقدمه من رسل عزاوي سبا لاي احد بالعائله، والهديه الثانيه مقدمه من السلطانه لينو، هم تقدرون تنطوها لنساء العائله. مليون عافيه عليكم، تشرف الله لي الشرف. مع السلامه. طبعا لامي عمري لازم تجي لبغداد تسويها ان شاء الله. هذه انا راح اوصلها لامي بعد ما افتحها هنا، راح اغلفها واقول لها من فاطمه غيدار الام عقيل. يا عمري لا عاد خلي انطيك باكج حتى لا. تروح تاخذه، بس اسمعني انه هذه الهديه لازم تجي هنا تسويها. انطيك هسه هديه. ما عندي هنا اهل هنا. اها اوكي اذا نبدلها، انطيك هديه تستلمها وتضمها توديها الخاله. شو رايك؟ عندي شحن طيران لليوم. اوكي يلا هاي شحن طيران. اعطيني باكج سلطانه لينو، راح انطيك باكج سلطان. شو جبت العيد؟ اي والله ضع باليمن. شنو تنفضع؟ انت انشهرت، انت حاليا ترند، انت وفاطمه قيدار باليمن. هاي هي كل كلمه تشوف. هذه هديه تستلمها من السلطانه لينو بالمنصور مقابل الحلواني، تاخذ الباكج وتضمه وتدزه شحن وين؟ لليمن. لا لا ام لعند ام عقيل. يا عمري يا خاله شنو تقولها لام عقيل؟ شنو اقول لها بعد؟ هي امي وجنتي في الدنيا بعد. شنو 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 اصلا اكو عنف بالموضوع. مع السلامه. بالحياه اهم شيء الام. الله يحفظها. يعني هسه يخابروني بالشغل ما اقدر ارد عليهم، اضوج يعني بالشغل ما نقدر نرد عليهم. الله يحفظهم. نشوفكم بخير ان شاء الله. نشوفكم بخير. يلا مع السلامه وصحه وسلامه. على اهل اليمن. تبشري بالسعد. الله يسلمك. تبشري بالسعد. ايش قد حلوه. احلى شيء من تتعرف على مفردات دول قريبة عليك، دول تسولف نفس لغتك بس بلهجة مختلفة، وتكتشف هذه الكلمات ارحبوا ابشري بالسعادة، كلش حلوة. أنا كلش فرحانة وسعيدة بهذه الحلقة. صار أكو اختلاف حلو يا عمري، صار أكو اختلاف حلو وصار عندي فد نظرة حلوة إنه اليمن عيني عمو. بالقرآن كاتلة نفسها عليك. زين وهذا ابوها دكتور يقول سلم لي عليه. هاي ما انت اعلاميه معروفه. شكرا يا عمو. والله ولو ما يصور يعني. يعزك الله. حب يحب ينشافوش فرحه وكيف. واحنا من دياله من المقداد. اتشرف على راسي. شلونكم؟ زينين. يا عمري والله الله يحفظهم ان شاء الله. شنو مشتاقت لي؟ بعد روحي عمري اللي مشتاق لي. انا كلش فرحت بيكم طبعا، يعني اكيد انا واحد شفاي الوجوه الحلوه ما يفرح. يعني ما يعرف العد بالحب شلون صاير. مشاهدينا الكرام، انا جدا سعيده بكل حلقه من حلقات برنامجي تكون لها لمسه مختلفه لان انتم بيها، لانه انتم تسولفون وياي، لان انتم تشاركوني كلمات ومفردات وفد لقطات عفويه من حياتكم وذكريات تجنن نكمل بيها ونستمد عليها بحلقتنا. تختمون وياي لو اختم وحدي؟ تختمون ويا لازم صوت عالي، عندكم صوت عالي؟ ها اكيد؟ نجرب؟ نباوع على حمزه؟ اوكي يلا شو نقول؟ انتظرونا بحلقه جديده من برنامج حظك حلو مع فاطمه قيدار عمري. مشاهدينا الكرام شكرا لحسن المتابعه. كنت وياكم أنا فاطمة قيدار بحلقة من حلقات برنامجي
اللي تشاهدوا على قناة الفلوجة الفضائية كل ما تريدون تتونسون وتتعللون وتكملون مواعين العشاء تشوفوني أنا والكادر مالتي على قناة الفلوجة نسولف ونتشاقى وياكم ونعطيكم هدايا حلوة. وأكيد شكر خاص لكل رعاة البرنامج وتحديدا معمل شياو فخر الصناعة الوطنية. شكرا مخرجنا حمزة، شكرا حسن، وشكرا طه بالمونتاج، شكرا كريم تعبتك وياي. انتظروني بحلقة جديدة، مع السلامة. أجود طعام ومواصفات عالمية وبجهود محلية.